التصرفات والافعال هي دل على فاعلها. كويس، وصلنا لحد فين؟ ايوه، وشفتوا مصر ولا لسه؟ ودي رسالة انا بوجهها لكل الشعب المصري، لكل الشعب المصري كبيره وصغيره، شفتوا مصر ولا لسه؟ وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الرسمة. واتمنى اتمنى اتمنى اللي شاف مصر بس ويلمحها يقول لي هي فين. بكرة تشوفوا مصر. ما هو جه بكره وبعد بكره بقالنا سنتين في ولا ثلاث سنين، اهو داخلين على ثلاث سنين في القصه. ورينا يا ريس، ورينا اما نشوف هتعمل فينا ايه تاني. يا عم مصر في قلبي، مش قلبنا كلنا، مش محتاج اشوفها. انت مغرب على فكره. لا لا لا، مغرب ارهابي. بس انت ارهابي. شوف مصر، هي اللي واقفه ام دماغ زرقاء دي؟ لا، هي الصغيره اللي وصلنا ليها من العالم كله. وريني وريني هنا. ايوه، العالم كله للاسف. ده بس ده كده؟ ايوه. لا لا لا، لفها الناحيه. ايوه كمان كمان زي ما كان. العالم بيدور على مصر. ايوه، بقالنا ثلاث سنين. بكره تشوفوا مصر، بكره تشوفوا مصر. طب مين ابو دماغ زرقاء ده؟ ده العالم، رمز للعالم، كره ارضيه. ده انا واقف العصفور وهياخد حبايه قمح ماشي. يعني المنقار اللي طالع ده اقول حبايه قمح واقع اروح لطشها عارف جاهل عارف قبل المتعلم قبل المثقف. شوف الراجل والست عارفين ده مكان للنكرات داخل هذا العالم، واللي بيعيش واللي بيبدا نكر جوه ده وبيحاول يفرض نفسه على العالم ده وهو نكره مستحيل هيفضل زي ما هو، وهيفضل هو ده الحجم الحقيقي اللي وصلنا له. شفنا ما شفناهاش. اعتقد ما شفش من الغربال يبقى اعمى. تعليم صحيح، اقتصاد ما فيش، امان ما فيش، حتى المكانه الخارجيه، حتى مكانه مصر بالنسبه للخارج ما فيش، صفر. يبقى شفنا مصر ده، شفناه ولا ما شفناهاش؟ الحقيقه، ومحدش يزعل من الحقيقه. لا طبعا، هو مع الاسف يعني هذا الرجل نجح بامتياز في تقزيم دور مصر
في تراجعها عن كل أدوارها المهمة، أدوارها الأخلاقية والإنسانية والإقليمية. بقينا بإيدينا كمصريين، طبعا مش الشعب، النظام، بنغرق حدودنا مع غزة وبنغرق الأنفاق مع غزة، وبنزيد الشعب الفلسطيني حصار على حصاره، وبقينا يدا بيد مع الإسرائيليين اللي هم كانوا أعدائنا وما زالوا أعدائنا احنا كشعب، لكن النهارده هم أصدقاء النظام. تخلينا وتراجعنا عن 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 مياه النيل اللي هو المفترض الحق الطبيعي لأي مصري، ووافقنا على وافق هذا الشخص على بناء سد النهضة مقابل صفقة خسرانة تعبانة محدش عارف. الانقلاب وقادته، قادة الانقلاب عموما، اشتغل شحات عند الخليجيين وخد من السعوديين وخد من الاماراتيين، واشتغل بتاع بطاطين مستعمله وجليليب مستعمله ومش عارف ايه. ما ده تقزيم. المصري دلوقتي بيدهس بالعربيه في الكويت، ويدهس بالعربيه في السعوديه، واتقتل في الاردن، واتقتل في الكويت، واتقتل في كل مكان، ومحدش يعني مد ايده. لما حصل عاصفه الحزم في السعوديه، كل الدنيا اجلت في اليمن عفوا، كل الدنيا راحت اجلت رعاياها، اخر رعايا عرب خرجوا من وعلى فكره من ما اليمن حتى برعايه الحكومه المصريه. لا طبعا، لا طبعا، الاخوه في السعوديه والاخوه في عمان لكن احنا يعني بنناشد الناس انها تعي خطوره اللحظه اللي احنا بنعيشها مع شديد الاسف والتراجع الخطير اللي احنا يعني وصلنا له. احنا للاسف يعني وقتنا خلص، لكن اتمنى تكون الرساله وصلت. بنشكر الاستاذ فراس حجاج على الرسوم اللي قدمها لنا النهارده، وبنشكر حضراتكم. ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده من كلام جرايد. السلام عليكم.